عليكم إخواني وأحبة الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورك بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فأطلب منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر. اليوم غنديروا أغنية مغربية رائعة للفنان الراحل إبراهيم العالمي، هي أغنية هذا شحال، فابقوا معنا لتستفيدوا. أولا هذا شحال للفنان إبراهيم العالمي هي بيتي على الصول. بيتي على الصول والبيتي على الصول كيبدا من الصول من هنا وانتهي في الصول، وفي السلم الموسيقي كتكون سي بيمول المي بيمول ولا بالربع تون، سي بيمول المي بيمول ولا بالربع تون. ناخذ ايقاع شعبي عصري على سرعه 116 ونبداو المقدمه الموسيقيه. هذه هي المقدمة، فكنبداو من فا، فا مي فا صول، صول 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 فا صول دو، فا مي فا صول، سي لا سي دو، وكنبداو الغناء، فغنعاودوها ونبداو الغناء. المقطع الاول، ثم نمشيو الان الموسيقى ديال المقطع الثاني ونكملو. المقطع الثاني كنبداو من الصول من هنا، وهاد صول صول كنديرو هنا، كنديرو صول بيمول، يعني عفوا تنديرو هنا لا بيمول، كنديرو لا بيمول.
نكملوا الغناء المقطع الثاني، نعاودوا هذا المقطع وندخلوا للغناء. الحجاز اللي كتكون فيه الصول دياز والمي بيمول. كان هذا المقطع الثاني. الان غنمشيو للمقطع الثالث، والمقطع الثالث اللي غتصبح فيه حجاز على الصول، والحجاز على الصول اللي كتولي فيه المي بيمول ولا بيمول، كتولي فيه المي بيمول ولا بيمول. وغنديروا المقدمة الموسيقية. نحاولوا نشرحوا هذه المقدمة فكتبوا